ياخذون مقر له في هذا الجامع. هذا تصنيع مالتهم. وفاخخين هم شمرونها بالمكان. لو نجي احنا يوم مو تسحب هذا الساحه تنفجر عليه. هاي هنا عندهم هاي تعاليم تطويل الذقن واللحيه لزين لحيته ينجلد 70 جلده. هم من اجوا حتى الصلاه غيروها على غيروا منهج الصلاه من هذه الصلاه يعني الاف السنين ما كان الاسلام غيروه الدين الاسلامي اللي شو اسمه But there was a church and a mosque side by side here. هذا الجامع وهاي الكنيسه وكل من بدينه يعني ما عندنا فرق بس من جو الدواعش فجروا الكنيسه وحاربوا الاسلام دمروا الشعب العراقي كله حاربوا جميع الاديان يعني جميع الاديان يقتلونهم شنو الدين هم اللي يشون عليه ما حد يعرف